بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكل مشاهدي الكرام مشاهدي قلوب عامرة أسعد بتجدد لقائي وإياكم وأسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل اللهم امين ما زلنا في الرد على اسئله حضراتكم اللي بتفد الى الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامر على الفيسبوك وان شاء الله ربنا يعني يعني واقدر ان انا البي اكبر قدر منها ومعانا من الاسئله المهمه اللي خاصه بعباده الصوم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك في اسئله كبيره جدا هناخد شويه منها وبرده شويه الاسئله الخاصه بالصلاه والزكاه ونسال الله سبحانه وتعالى المباركه في الوقت اخت فاضله بتقول انها وضعت في اربعه شعبان الماضي وكانت نفساء ولكن رفع الدم وبتقول كنت بصلي وبصوم وبعدين بتقول هل اعيد الصيام ده مره تانيه لانه لا يجوز الصيام وانا نفساء ولا ايه عشان انها عايزه تعرف الاجابه على وجه سرعه يا اختي الفاضله ده حكمه بشكل عام لجميع لاي امراه بتمر بهذا الحمل فالولاده فأمر امر النفاس انه اقصى مده أربعين يوم لكن افرض ان رفع الدم قبل الأربعين يوم هل معنى كده انها تقعد تستنى زي ما كتير من الناس فاهمين لا اذا رفع الدم قبل الأربعين يوم اللي هي اقصى مده بنحطها للنفساء ولنزول دم النفاس بنقول لها اذا رفع الدم وانقطع نزوله تماما حتى ولو قبل 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 ال فانا في الحاجه دي في الحاله دي او في الوضع ده بعمل ايه؟ بتغتسلي وتتطهرين وبعد كده بتبتدي تعملي كل شيء كان محظور انك تقومي بيه ده سواء خاص برمضان او بغير رمضان عشان بس يعني طبعاً بتمتنع المرأة النفساء عن عن الصلاة وعن غيرها من الأمور اللي هي أصلاً مباحة لكن هي بس بسبب النفاس أو علة النفاس بتمتنع عنها بسبب ذلك فبنقول إذا أنا خلال الأربعين يوم انقطع دم النفاس عن المرأة لها أنها بتغتسل وبتتطهر وبتصلّي وبتصوم وبتعمل كل شيء كانت ممنوعة منه. لانه بطبيعه النساء في امراه بيكون النفاس بتاعها 20 يوم في واحده 27 في واحده اقل في واحده ازيد في واحده بتنتهي مع الأربعين الأربعين ال ده الحد الاقصى بحيث انه لو في الشريعه الاسلاميه جاء أو هي تجاوزت الأربعين يوم بندخل في حكم تاني وبحكم آخر مختلف في هذه المرحلة بننتقل من حكم النفساء إلى حكم الاستحاضة فلازم بيتعمل حد أقصى لنزول دم النفاس لكن ده ما يمنعش أنه بنجد بعض النساء النفاس بتاعها أو وقت نزول دم النفاس بيبقى أقل من الأخرى أو أزيد من الأخرى بحسب طبيعة كل امرأة وعشان كده إذا انقطع الدم وانتي اغتسلتي ثم قمت بالصيام والصلاة فأنت سليمة ولا شيء عليك أنك أنت تعيدي مرة تانية بغتسل من النفاس إذا تم الاغتسال والتطهر وصمت وصليت لا شيء ومش مطلوب منك تعيدي تاني ده شيء طبيعي متى انقطع دم النفاس عن المرأة خلال الوقت ده انقطع عندك دم النفاس ده النفاس بتاعك 15 يوم 20 يوم 21 يوم 27 يوم أيا كان وقت النفاس وانقطع ورفع الدم بتغتسلي وبعد كده بتصلي وبتصومي كل شيء يا اختي الفاضله واذا مشيتي على نفس الخطوات دي فيبقى انت ما عليكيش تاني انك تعيدي الصيام ولا تعيدي الصلاه زي ما أنتي كنت بتقولي كانت في اخت فاضله ملاك بتقول مرات اخويا المانيه واسلمت وبتقول هي نفسها تصوم شهر رمضان وهي لسه والده من شهر وفي حاله بترضع طفله صغيره بتقول ايه هي المفروض تعمله وارجو الرد على سؤالي هنربط بالسؤال الثاني السؤال الثاني اللي كان من منذ قليل اللي كان بيتكلم عن وقت النفاس لو هي من شهر كانت وضعت الطفل وهي دلوقتي ترفع دم النفاس يعني ما بقاش بينزل دم النفاس مرة تانية فهي في الحالة دي برئت من النفاس وتستطيع الصوم إذا استطاعت أن تقوم بأداء هذه العبادة ليه؟ في ناس أو في بعض من النساء ما بيقدروش يجمع ما بين الصيام وما بين الرضاع بيشق الامر عليه او بتخاف على الجنين لانها بتقل مثلا نسبه شربها للميه فبتبقى تخشى انه اللبن ما يبقاش كافي للرضيع الصغير او هي بتخشى على نفسها ان هي بسبب الرضاع قد يجهدها الصيام فهذه الامور هي ادرى ان هي يعني تشاور نفسها فيها اذا استطاعت الصيام لا مانع اذا استطاعت الصيام لا مانع انا دلوقتي فعلا انا وضعت من شهر وبرأت من دم النفاس وهي بتقول انا اقدر ان انا اصوم يعني هي حره واذا كانت شايفه ان دم ياثرش على الرضاعه ولا بياثر عليها ولا بياثر على الطفل الصغير فلا مانع من ان هي تصوم الدليل في ذلك او عشان بس نبقى فاهمين قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين انا دلوقتي قادره ان انا اصوم بصوم حاله الحامل وحاله المرضع قد وضح بعض الفقهاء ضمن هذه الآية لمن لا تستطيع لا الصيام أثناء الحمل ولا الصيام أثناء الرضاعة. فقال من ضمن الذين لا يستطيعون لا يطيقون الصيام الحامل والمرضع لمن خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو خافت على رضيعها أو خافت على نفسها ورضيعها أو على نفسها أثناء الحمل وجنينها ففي الحالة دي بتفطر وبعد كده بتطعم عن هذه الايام لي يعنى عن كل يوم بتطعم مسكين او فقير وجبتين اما سحور واما يعنى فطار وسحور يا اما غدا يا اما عشا فى الوقت العادى كما تشاء وده الرأي ده يعني يعني تحدث فيه واعتقد في صحته الابن عباس وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لكن رأي الجمهور بيقول انه عليها ان تقضي هذه الايام بعد ان تستطيع الصيام بعد ذلك الرأيين موجودين من حقي اختار رأي الجمهور او رأي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما والامر لكم بالخيار ان شاء الله القاكم بعد هذا الفاصل وقبل ما نطلعوا أذكركم بأن شهر رمضان شهر العبادة شهر ذكر الله وعدم الله عن طاعة الله ألقاكم بعد هذا الفصل يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد العرب والمسلمين وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا امه مسلمه لك وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام والعفو والاحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمه الامن والامان والهدايه والايمان وادم علينا نعمه السلامه والسلام والعافيه والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين 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 يا رب العالمين نرجع لي أسئلة حضراتكم وللأخت السائلة اللي بتقول إن مرات أخوها ألمانية وهي أسلمت وعايزة إنها تصوم زي ما قلت لحضرتك بالضبط إن كانت تطيق الصيام إذا استطاعت الصيام فلها أن تصوم فيه كتير حوامل بيصوموا كتير أثناء الرضاع بيصوموا دي بتبقى قدرة من واحدة للتانية ممكن أنا الدكتور أو الدكتورة اللي أنا مباشرة معايا يقولك لا تقدري تصوم وأنا بلسان التجربة ما أقدرش أصوم فالانسان بيبقى في الحاله دي هو يعني اللي بيقدر يحكم على الموقف هل استطيع الصيام او لا استطيع الصيام هي ترجع لها وفهميها قد ايه الشريعه الاسلاميه رحمه في كل ما شرعت وبالتالي لها انها تختار اذا انها لم تستطع الصيام فهي في حاله من الاثنين يا اما هتقضي هذه الايام بعد ما تخلص رضاع وتبقى قادره على هذا القضاء يا اما بتطعم عن هذه الايام باستنادا الى راى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ده اذا دخلت فانها لن تستطيع الصيام أما إذا استطاعت الصيام فبها ونعمة وتقدري تقول لها والله جربي يوم اثنين إذا استطعت كملي ما قدرتيش وحسيتي أن في مشقة هتعود عليك وتؤثر عليك وعلى الرضيع بتاعها يبقى أنت في الحالة دي بتخلي لها الأمر على الساعة وهي بتختار ما يتناسب معاها وجزاكي الله خيرا للسؤال لها كان في حد بيسال عن الـ 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 الرقيه يعني الشرعيه او انهم يعنى بيقراوا بعض من الايات او ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام من قراءه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ويقول نحن نقراها عقب كل صلاه لا النبي ما ثبت عنه في الصحيح انه امر بقراءه هذه المعوذات الثلاث ثلاث مرات عند الصباح وعند الليل مبدا الصباح ومبدا الليل مبدا الصباح, الصباح مع طبعا اذان الفجر بيبتدي انا بعد ما بصلي صلاه الفجر ابتدي حاضر كده ان شاء الله وربنا ينعم علينا جميعا دوما بالدوام عليها ان انا ابتدي اني بعقب الصلاه اقرا المعوذات الثلاث او ما اشاء من الايات اللي انا بحب اقراها لكن عشان دي فيها نص حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام بقراءه قل هو الله هو احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات ده عند مبدا الصباح، عند مبدا الليل، مبدا الليل بيبتدي من امتى؟ بنرفع اذان المغرب، فانا بعد ما بصلي المغرب ابتدي برضو اجيب الورد بتاعي اللي انا بحب ان انا يعني اتعوذ به بتعوذ بالله سبحانه وتعالى وبلجا الى الله سبحانه وتعالى واني احتمي بالله سبحانه وتعالى واقرا هذه الايات استنادا لما امر به النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ما بنقولش يعني هي دي الايات اللي النبي عليه الصلاه والسلام قالها في اجتهاد من بعض العلماء يقول لك مثلا خذ الايات كذا وكذا وكذا اقراها او ما ورد عن بعض الصحابه او ما ورد عن بعض السلف الصالح لا مانع طالما كانت يعني من كلام الله سبحانه وتعالى في سؤال لاختنا هاجر يا هاجر انا مش فاهمه السؤال يعني ومش فاهمه ايه العله دي من الأسئلة بتاعت يعني حديثة يعني فأنا حبيت أخد شوية من الجداد وشوية من القدام عشان نلبي أكبر يعني قدر من أسئلة حضراتكم هي هتتجوز بعد رمضان فأنا مش فاهمة إيه الفكرة أنك عايزة تفطري في رمضان يعني ده مش, ده مش مبرر لا في ده ولا في ده أنت ما فيش عذر لإفطارك في شهر رمضان ويحرم عليك ذلك ما عندكيش عذر بسبب سفر أو بسبب مرض أو بسبب ضرورة دي مش ضرورة وان انا اكون فاهمه السؤال غلط لكن انت كاتباه في سطر واحد مش واضح شويه يا هاجر فارجو ايضاح السؤال اخت فاضله اخرى بتقول عن قراءه القران في شهر رمضان في شهر رمضان او في غير شهر رمضان هي بتتكلم لو انا قاعده في البيت وحابه ان انا افتح المصحف واقرا من كتاب الله لكن انا قاعده بملابس البيت يعني مش محتشمه قصدها تقول انه انها مش يعني لابسه اللباس الشرعي كامل قاعده بلبس البيت العادي فبتقول انه انا يعني هل اقدر ان انا اقرا القران على هذه الهيئه ولا لابد من احكام اللباس الشرعي لقراءه القران الكريم. لا يعني دي من السنن من الاداب انه الانسان قبل ما بيقرا القران الكريم في بعض السنن والاداب اذا اتى بها بيثاب عليه اذا لم يات بها فالعباده سليمه ومفيش اي مشكله معاه بيفوتوا ثواب السنه اي سنه انا بعملها ده وضع في سنن النبي عليه الصلاه والسلام امرنا نعملها لو انا بعملها هاخد الثواب عليها لو انا ما عملتهاش لن اخذ الثواب ولن اعاقب على تركها بالنار وبالتالي انا مش اعاقب عليها لكن هفقد الثواب ده في الميزان بتاعي في ميزان الحسنات بتاعتي ولكن انت في الحاله دي تستطيعين قراءه القران بدون غطاء الشعر اللي هو وبدون لباس طويل وساتر تستطيعي تعدي بالهيئه اللي انت عليها تتعبدي بتلاوه القران الكريم ان شئتي تاخدي اقول لك بعض السنن قدرتي تعمليها قدرتي ما قدرتيش ما اي مشكله عباده تلاوه القران الكريم وانت بملابسك اللي قاعده بيها داخل البيت لا شيء فيها وعباده مقبوله ان شاء الله ان شئت تتوجهين الى القبله فده شيء جميل تسبقي ذلك بغسيل الاسنان طيبوا افواهكم فانها طرق القران جت مرة بالمعنى ده الحديث وجا مرة بمعنى تاني طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن سواء التطيب المعنوي بأن الإنسان لا يتفوه إلا حقا ولا يقول إلا صدقا ولا يتلفظ بما لا يليق وطيبوها بالسواك فإنها طرق القرآن خدنا منها برضو هذا الأدب الجليل إنه يعني ما فيش مانع إن الإنسان يستعد بغسيل الأسنان على أساس إنه برضو بالسواك أو ما يفهم معناه مش لازم السواك بس أو بما يفهم معناه بما هو مناسب في العصر الحديث من التعقيم والتنقية يعني استعدادا لقراءة كلام الله وبعدين إن أنا أستتر وإنني أبدأ أقرأ القرآن الكريم على هذه الهيئة فهي سنن أنا عملتها بأخذ ثواب ما عملتهاش لا أعاقب على تركها بالنار وعبادتي سليمة أنا بس حبيت أقولها زيادة لمن أراد برضو في الأسئلة اللي جات خاصة بها يجوز الصيام عن بعض الأقارب يجوز النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه من مات وعليه صيام مات عنه وليه أنه الإنسان إذا مات توفاه الله وله أقارب أرادوا أن يصوموا عنه سواء في الفرد أو في التطوع فلا مانع أن أنا أصوب عن قريبة لي أو عن قريب لي إما تطوعًا أو إما قضاءً لما فات أداؤه، والمسألة فيها بعض التفصيلات في المذاهب بتتقال بحسب السؤال اللي بيتسأل. هنطلع معانا فاصل. طيب هنطلع فاصل وقبل الفاصل أذكركم إن شهر القرآن شهر التوبة، شهر الاستغفار، شهر التفرغ لعبادة الله مش الله عن طاعة الله. ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد واعود الى اسئله الساده المشاهدين وكان اخت فاضله بتسال بتقول امتى بيبتدي وقت القيام وقت يعني الذي يشرع فيه قيام الليل وبيبتدي من الساعه كم انت عندك من بعد يا اختي الفاضله من بعد العشاء حتى الفجر تستطيع ان انت تصلي اما اول الليل او وسط الليل او اخر الليل فبتحسبي الوقت ده بحسب يعني انت هتقدري ايه في ناس بربنا بيقويها وبتنام تريح شوية وبعد كده تصحى تقوم تصلي في ناس بتاخد يعني بال بالاحوط فتقول لك لا انا اصلي القيام قبل ما انام عشان ربما ما اقدرش ان انا اصوم وفي كل انخ... ما اقدرش ان انا اقوم واصلي بالليل وفي كل خير فانت عندك ده الوقت اللي حضرتك تقدري في اي وقت تقومي تصلي فيه واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم باذن الله تعالى. في سؤال مهم جدا تكرر في الحقيقه على الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره وكان بعض الافاضل بيسالوا لو الانسان يعني ما كانش عنده عذر من مرض وصلى وهو قاعد، ناس بتقول مثلا ايه انا كسلا اقعد اصلي عن قعود، ما ينفعش الكلام ده لانه من الاركان الخاصه بالصلاه انه الانسان بيؤدي الصلاه عن الوقوف ثم اداء ركن الوقوف ثم ركن الركوع وهكذا باقي الاركان، فالصلوات اللي انتم صليتوها كده تعيدوها مره ثانيه، اذا ما عنديش انا عذر ورحت قاعد قاعد طول الصلاة بصلي الوقوف وانا قاعد وبأدي الركوع وانا قاعد وبأدي السجود وانا قاعد بلا عذر ده كلام ما ينفعش معذرة لان دي اركان يعني اركان بتقوم عليها صحة ادائنا للصلاة فارجو الانتباه لهذا الامر والحق احباب اللي بيعانوا من امراض معينة في بعض الاعضاء الجسمية المعينة يعني مثلا انا اقدر اقف في الصلاة لكن يشق علي الركوع نظرا لمرض ما أنا بعاني منه في ركبتي في ظهري شفى الله الجميع أيا ما كان الشيء اللي يمنعني من أداء الركوع أو ربما نقدر أؤدي ركن الوقوف في الصلاة وأؤدي ركن الركوع في الصلاة لكن يصعب علي أداء ركن السجود فأنا في الحالة دي أعمل إيه؟ بصلي أؤدي ركن الوقوف لأني أنا أقدر أقف وأدي ركن الركوع وعند السجود اقعد عشان انا عندي عذر ان انا ما اقدرش ان انا اسجد لمرض او لغيري اصابني ان انا بقى عندي مرض مزمن بقى عندي مشكله مؤقته او دائمه فمن الخطر ان انا اسجد او من من الخطر ان انا اسجد يقلل يعمل عندي مضاعفات فبالتالي ما اقدرش ان انا يعني يتم الشفاء سريعا او ده بقى شيء مزمن معايا لا استطيع السجود مطلقا لمرض طرا على الانسان نسال الله الشفاء للجميع في الحاله دي الركن اللي بقدر أؤديه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اداه وعلمنا ان احنا ناديه بالكيفيه دي انا بعمله على الهيئه السليمه بتاعته والركن الذي لا استطيع بسبب عذر بأديه بالطريقه وبالكيفيه التي استطيع يعني في ناس ما بتقدرش تسجد بيقعد بقى من اول الصلاه لاخر كلام مش مش صح لان انا استطيع ان انا اقف وادي ركن الوقوف واستطيع ان انا اؤدي ركن الركوع وبعد كده يقول لك ايه وبعد كده اقعد بقى في الركن اللي انا مش قادره اديه لكن ان انا من اول الصلاه لاخرها قاعد وانا في بعض الاركان استطيع ادائها ده كلام مش مظبوط لازم نراجع نفسنا فيه انا بتكلم في اداء صلاه الفريضه واسال الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع. من ضمن الاحكام والاسئله اللي جت في مساله الصلاه. اختنا الفاضله لم بتقول ان هي تزوجت منذ فتره قصيره وبتقول من ساعه ما انا اتجوزت يعني بحاول انا وزوجي نلتزم بالصلاه لكن احنا ملخبطين في الصلاه ما بقى في كسل شويه في اداء الصلاه فبتقول اللي يعني يعين الانسان على انه يقدر انه يلتزم بالصلاه وباداء الصلاه على وقتها. افضل شيء اول ما اسمع الاذان اقوم اصلي على طول وما اخرش الفرد عن وقته. انتوا تلاقيكم بتاخروا الفرد عن الوقت بتاعه. احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. اقوم انا افهم لان المؤمن كيس فطن افهم انه يبدو ان السرعه دي واداء الصلاه على وقتها فيها اعانه فيها خير كبير للانسان. وفي الحقيقه فيها خير كتير جدا انها بتخليني اقدر اني اواظب على الصلاه مع الدعاء 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 ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي وتقولي بعد ما تخلصي الصلاه وتتوجهي الى الله بالدعاء كما كان يدعو الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم امين وفي الختام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الاقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبه حرم واسمه قسم من اعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليك الصلاه والسلام يا سيدي يا رسول الله استودعكم عنايه الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته